السلام عليكم الخوت، كيف العادة كلمتنا المشهورة كلشي ديال الله تنحبكم واحد واحد. كيف العبادة؟ كيف اللي ما عباداش اليوم الخوت؟ هذا الفيديو علاش نزلنا على قبل هذوك العياشة، فيما تلوح عن شي حاجة على الملك تاعهم، تبداو يتنابلو كيبداو يتنابحو بحال الكلاب بحال شي السامعين دوك هاو 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 هاو. علاش عشيرة بديت يقول لك المتناقض يقول لك النهار الأول جينا بديت في الفيديوهات النهار الأول، علاش بديت في الفيديوهات النهار الأول كما كتعرفو كلشي؟ اول فيديو تعزفت ياك كنا كنقولوا عاش الملك، هادي ماشي سيدنا، سيدنا رسول الله، كل سيدو على راسو. قول لي وانا نقول لكم كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديال راسو، يعني من الله ما فرق الريوس باش كل واحد يرتاح. انت ما سوقتش فيا وانا ما سوقتش فيك، وانت واحد ما سوق في الاخر، كل واحد تيقول اراء ديالو. يعني مشيت للحبس انا غنتحمل انا مسؤوليه، ما غاديش تجيب لي حتى الكوفه ولا غاتجي تبكي عليا ولا غاتحزن عليا، ما سوقتش فيا. يعني كل واحد دير اللي بغى، بتقول عاش الملك، قول عاش الملك، بتبوس لي يدي، بوس لي يدي اللي بغيتي دير، بوسني مشى لي بوسني شي حاجه اخرى. اما بعد الخوت كنقول لك العباد والعياشه ولا صوت المخزن بالنسبه لاي فيسبوك كيدخل كينتقد، كتدخل كتلقى شي عندك على تاول الاول، يعني غير تاع المخزن كتقولوا خايفين من الفتنه الكبرى هي اللي دايرين نتوما. واكبر نقول لكم اكبر نكونوا واقعيين، يعني هذا الشيء كامل انت عارف، انت عارف اي واحد، ولكن كتقدوش تدوك، كتبداو ديما تقولوا لا الملك ما عليه والو، مسكين الملك ضايف الله يعمرها دار، الملك راه اللي دايرين به هذوكم اللي عين. يعني انت كتسمى لحاس، ولا كتسمى بحال نقول لك بحال ماشي لحاس كابا، ولكن ما بغيناش نخسروا الهضره، فهمتي؟ غنقولوا خارجين في النطاق الموضوع ديالنا. غنقول لك العياش والعباد دخل سوق راسك ودخل سوق جوات مخ بحال كنقولها لك، وما سوقش فيا انا، وانا ما غاديش نقول عاش الملك اللي قلت النهار الاول. يعني حنايا ما جيناش نقصنا الصور النهار الاول، دقينا عليه في باب الدار وجينا نيشان، يعني حنا قصدناك والمقصود هو الله سبحانه وتعالى هو المكلف بالرعيه، حنا هما الرعيه وحنا راعيين يتغنم. سرعوا فيكم الخوف والدل وما عرفتش من صغرنا دوزوا داك الشيء مع الشعب ديال الماء. انا بالنسبه لي انا ما معطارش بالملك، نقول لكم تقول لي كتخدم اجندات عالميين للبوليساريو ولا مع الجزائر ولا مع هذه، قول لي بغيتي تقول. انا نتوما كتعرفوني نفس ساكن فين، اش كناكل اش كنشرب اي حاجه، انا ما كنعطارش بالملك ما بغيتوش. انا كاع بغيت نقول كنقصت المسؤولين جد عندهم، انا مسؤول، احنا كل واحد عندي لي دويس ديالو، وراكم كامل من الصحافه المرتزقه ديالكم راكم عارفين ريوسكم من كبار شويه. راني نحلف المهم، وراني نهار يقول لي راسي طلع لكم فيديوهات، غنطلع لكم فيديوهات وغنفرقع عليكم وغنشوه بيكم، وانا ما عمرني غنسكت. انا 99 دقيقه ديالي انا باش يدوني دابا ما عنديش مشكل. الله الوطن، ونقول لك الشعب واحد شويه، واحد 50% ديال الشعب من الشعب الاخر راه العباد صحاب الخوف، ما عنديش معاهم وما غاديش نسكت لكم بوان فينال. وبالنسبه لواحد خونا واحد البوعار واحد المسطخ داك اللي كيتشم السيليسيون، غادي كيتشم السيليسيون في 108 دوك التليفون، قلت لهم ديك قلت لهم بتحرق راسك في الفيديو، قلت لهم مال داك حموده كيتخلع مالو فين هي ديك بدا السميه، قال لهم حيد داك كلشي ديال الله ودير هذيك السميه. نقول لك ميخي البوعار مشى داك فرشي خمك، فهمتي بحال كنقولها لك؟ يلا تفرجت انت في هذا الفيديو، نقولها لك من هنايا. انا ما غاديش ندوي معاك في السلوكه، هي قلت لي بتحرق ليسانس، شاد ليسانس بتحرق راسك، غندير لو بغيتي تطلع بجيب البوز بدي تتشهر، ما غاديش تشهر. وحنا هادشي مديرينوش بالنسبه للشهره ولا دايرين شي حاجه، حنا في دار المدينه. علاش؟ علاش حنا مقموعين؟ الملك نتاعكم انتم، الملك نتاعكم غنقول لك بحال هز 92 مليار ديال لو سي بي ودار عند العزاوه، كاين وما كاينش مؤخرا كاع ما كاين اللي هو معاه، وانت يا ميخين مك لو سي بي عندك وما كتستافد منه والو، انت يا ميخين الملك ديالك كيهز دوك يديه لبرا، كيديه اي دوله قال لي راسك كديها اليوم، وانت يا ميخي على الاقل تمشي للسبيطار ما كداوش، انت يا ميخي قول عاش الملك وما تعيش بوان فينال، كلشي ديال الله ما غاديش تخاف منكم. المخزن الدار كتعرفوه كوكي، مرحبا بكم عادي، والموت جي جي، الله هو اللي كيعطي الاكسجين، والله هو اللي كيرزق، والله هو اللي كيخدم، والله هو اللي كيعطي. الله يعليكم واحد الوالدين واحد واحد، ولا للخوف لا للتزرق ولا للرجوع، الموت كاينه خوف على عيش تحياتي بوان فينال. هذا الفيديو غير تاع العياشه، وانا باقي معكم 1500 عام كما كنقول لكم، كلشي ديال الله.